مرحبا مرحبا بكم الناس كل في فيديو جديد على قناة تونس أب. من بعد 14 شهر من إيقاف دون محاكمة تم مساء يوم 17 فيفري 2021، الإفراج عن الإعلامي والمنتج سامي الفهري. وكان الفهري موقوف بسبب القضية المتعلقة بشبهات فساد في التصرف المالي لشركة كاكتوس. احتفالات كبيرة في استديوهات قناة الحوار التونسي كما تشوفوا لهنا، برشا شخصيات إعلامية ساندت هناة سامي الفهري بعد خروجه من السجن، ومن أبرزهم تعليق لطفي العدلي اللي دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي بما انه فما خلافات كبيرة بينه وبين سامي الفهري. دون لطفي العدلي وقال الحمد لله على خلاص وحده ورانا رجال ماناش ميتية. ونلقاو زيد الهادي زعيم اللي كان اكثر انسان ساند سامي الفهري في محنته سواء بالكلام ولا بالفعل. دون وقال الحمد لله يا ربي الحي روح الافراج على سامي الفهري. أصدقائي قبل ما نخليكم مع الفيديو وما تنسيوش تشتركوا في القناة وما تبخلوش علينا أيضا بإعجاب مشاهد. هذه قناة الحوار التونسي اليوم تحتفل بخروج سامي الفهري. سامي الفهري مساكي خرج توا الحوار التونسي كل قاعدة تحتفل.